الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدينتنا المعاصرة يتوزع الناس في أنحاء متفرقة ويبتعدون بتقاسيم هذا التوزع، ولا يشعرون بقيم كثيرة من القيم المطلوبة لتماسك المجتمع. ومن أهم هذه القيم الجيرة، فالجار كما يقال قبل الدار، والجيرة لها أهميتها، ولذلك كان لابد من الحديث عن أمن الجوار. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا في هذا الجانب نصيبا عظيما، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: من بات شبعان وجاره جائع لا يؤمن، من بات شبعان وجاره جائع. يظن البعض أن قيم الجيرة تنطلق من الحاجة إلى الجار، فكلما كان الإنسان محتاجا إلى جاره في قيم المادة والتعاون على أسباب هذه الحياة، كلما شعر بهذه العلاقة ونظر إليها واهتم بها، وإن كان لا يريد ولا يحتاج إلى جاره ربما ترك علاقة الجار بعيدا عن متنفس حياته. وحقيقة الأمر بأن الجيرة ليست قيما مادية، وإنما هي قيم تجمع بين الروح والمادة. فالاطمئنان إلى الجار والسكون مع الجار وفق منظومة قيمية من الحب والتفاهم والتعاون هو المطلوب لحياتنا المعاصرة. ولذلك كان لابد من تعميق أمن الجوار بما يسعد هذه الحياة وما يطمئن النفس على محيطها الذي تعيش فيه. ومن هنا تبرز ملامح هذا الأمن العظيم من أمن الجوار فيما يباشره الجيران من قيم للعبادة والعمل. فخروج أهل الجوار إلى المسجد يجعل للجيرة قيمة، بأن التقارب في الجوار كان فيه تقارب في صف الصلاة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فعندما يلتقي الجار مع جاره في روضة العبادة وفي بيت من بيوت الله عز وجل، فإن تبادل الحب سيكون أعمق، وسبيل الوصول إلى القلوب سيكون أسرع، وأسس التعاون سوف تكون أرسخ. ومن هنا كانت منظومة العبادة ليست طقوسا تؤدى، وإنما هي أواصر تتلاحم وتزداد توثقا كلما أخلص الجار عبادته وخروجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيضا مما يعمق أمن الجوار الشعور بأهمية هذه الجيرة. الشعور بأهمية هذه الجيرة أيضا ينبع من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقسم حقوق الجار إلى جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فالجار غير المسلم له حق الجوار، لا بد من معاملته، ولا بد من النظر إليه بنظر الجوار الحاني. وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وهنا نعطي للإسلام قيمة عظيمة بمضاعفة حق الجوار للمسلم بالنصرة والتأييد والتعاون وبث روح
المحبة فيما بينه وبين جاره. وجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم. وهنا أيضا نعطي للرحم ميزة جديدة في الجيرة، أن لها مزية ومزيد قرب ومزيد تطلع نحو ترابط أعمق مما عند حقوق الآخرين. أن ننظر إلى حقيقة الجوار من زاوية القيم المادية، فإننا سنضيع هذه الجوانب وهذه القيم العظيمة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم. البعض ينظر إلى الجيرة بحجم ما تملك، فإن كان جاره صاحب منزل كبير وصاحب مال ومادة اتجه إليه ونظر إليه نظر المصالح، وهذه أمور من شأنها أن تفصل القيم الحقيقية الروحية عن واقع الناس. يجب أن نتعامل بروح المحبة وبروح الجيرة الإيمانية التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوزع على كل المحيط الذي يعيش فيه الإنسان. أما أن يفرق بين هذا وذاك، فإن هذا التفريق من شأنه أن يفصل قيم التعاون فيما بينه وبين جيرانه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلس مع أصحابه كل واحد منهم يشعر بأنه قريب وحبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يرويه الصحابة من أعماق قلوبهم لما يرونه من تعامل النبي بالسواسية عليه الصلاة والسلام معهم. ولذلك ينبغي علينا عندما نعامل جيراننا أن نعاملهم بهذه الروح، أن يشعر كل واحد منهم بأننا نبادله نفس الحب والتعاون والطمأنينة حتى تتوطد أواصر القربى والمحبة فيما بينهم. وإن أحببنا تمييز جار لإيمانه أو لصلة الرحم التي بيننا وبينه، ينبغي أن يكون ذلك بالعدل والقسط دون أن نشعر الآخرين بذلك. ومن هنا نستطيع أن نعيد لأمن الجوار ما يحتاجه في عالمنا المعاصر، لأن جيرة المنازل والماديات قد لا تحيي في قلوبنا كثيرا من جوانب التعاون التي نريدها من حب وتربية ونصيحة وإشفاق على الآخرين. فإن حياتنا ليست حياة تبادل طعام بطعام وشراب بشراب، بل هي حياة تبادل قيم وأخلاق وآداب. إذا لم نرها في الآخرين علينا أن نبادر إلى إعطائها وإهدائها والنصح فيها، لأننا إذا ثبتنا قيم المحبة والعلاقات الحقيقية فيما بيننا سيسهل وتهون علينا كل ماديات هذه الحياة الدنيا. وأما إذا زرعت في قلوبنا هذه الماديات فحسب، دون أن توجد هناك البواعث وحرارة الحب من قيم الجيرة الحقيقية. لو كان الجار يملك الملايين في هذه الحياة الدنيا، ما لم يزرع حب الجار في قلبه فإنه لن ينفق ولن يبذل لجاره ما يحتاج إليه من معونة ومساعدة في هذه الحياة الدنيا. فلنتجه إلى جيرة الروح والمادة، ولنتجه إلى جيرة القيم والمحبة، ولنتجه إلى جيرة التعاون والتعاضد، ولنجعل من جيرتنا أمانا لقلوبنا واطمئنانا لنفوسنا. لأن النظر إلى وسائل الكشف الحديثة وتركيب أجهزة المراقبة وغيرها لبيوتنا، هذه أمور اتجه إليها أهل المادة لأنهم خواء من هذه القيم. فنحن بحاجة إلى تعميق أمن الأرواح والقلوب قبل تعميق أمن المادة والخيالات والصور. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.